تلاوته أولئك يؤمنون به. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون الصائمون القائمون، تقبل الله منا ومنكم جميع الصيام والقيام، تحية طيبة في مستهل لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مزامير داود. ما زلنا على درب القرآن نسير، ما زلنا نسير مع آيه تدبرا ومقرأا. يشرفني أن يكون معي هذا اليوم كالعادة لفيف من أهل القرآن ومن أهل هذا الفن، معي قراء ثلاث، ومعي ضيفنا في هذا اليوم، هذا الضيف الحلقة الذي سيحدثنا اليوم عن بلاغة القرآن، وكنا قد استضفناه في حلقة سابقة فأجاد وأفاد في مسألة بلاغة القرآن. ولا بد أن نعرف بلاغة القرآن وفهم القرآن من خلال فن اللغة العربية وتراكيبها وأساليبها، ذلك هو ما نتناوله اليوم في ضيفي مع ضيف حلقة هذا البرنامج. أيضا معي كما قلت قراء أجلاء، مع القارئ المعروف لديكم جميعا محمد الراضي المليح، مرحبا بك معنا. وأيضا معي على يمينه القارئ الشاب المتميز بالنغمة الموريتانية محمد المرابط، مرحبا بك. ومعي أيضا شاب صاعد ناشئ مجازي في القرآن الكريم الحسن الإمام، مرحبا بك. وأخيرا وليس آخرا معي الدكتور محمد بن الحمينة الذي سيحدثنا اليوم عن بلاغة القرآن، مرحبا بك. بداية وكالعادة نلفت انتباه السادة المشاهدين بأن بإمكانهم أن يشاركوا معنا في مختلف محطات هذه الحلقة من خلال التفاعل بالاتصال، مصححين للتلاوة ومبدين اقتراحاتهم. إذن بداية الشيخ تفتتح لنا هذه الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم بارك الله فيك شيخ نعم تفضل محمد تواصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بارك الله فيك يا محمد تفضل الله حسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بارك الله فيك. إذا شكرا لكم على هذه القراءة الجميلة. دكتور، حقيقة نحن كانت لنا جلسة سابقة تحدثت لنا عن جماليات هذا القرآن، ومن المعروف أن من أخذ بناصية لغة الضاد وبلاغتها يستطيع أن يتعامل مع هذا القرآن ويبحث عن معانيه المختلفة، ولذلك قال علماؤنا بوجوب معرفة هذه اللغة التي تمكن من فهم هذا القرآن المبين. لذلك حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة، إذ ليس يحفظ دين إلا بحفظ اللغات. ماذا أيضا نريد أن نستزيد من ملامح بلاغة القرآن؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة يكفي الاستماع إلى القرآن. نحن كما قال أحد المفكرين الأدباء عندما سئل عن سبب تراجع الشعر في عهد النبوة في عهد الرسالة، فقال إن الناس اكتفوا بجمال التلقي عن جمال الخلق والإبداع، يعني أنهم يتلقون القرآن فاكتفوا بهذا الجمال، جمال التلقي عن جمال الإبداع والشعر. ونحن الآن أيضا نكتفي بجمال التلقي، هذه القراءات، هذه القراءة الطيبة الممتعة العذبة، وإن كان لنا شيء نقوله ونضيفه فقد تحدثنا في المرة الحلقة السابقة بعض الحلقات السابقة عن بعض الأوجه المتعلقة بفصاحة القرآن وبإعجازه البلاغي وإعجازه البراعي. تحدثنا وقلنا إن الألفاظ التي وردت في كتاب الله كلها ليس فيها لفظ واحد ينبو عن الحس، ليس فيها لفظ واحد يمكن أن يوصف بعدم الفصاحة. ووضعنا قواعد للفصاحة فقلنا إن الفصاحة في المفرد لا تنفر حروفه، وضربنا أمثلة وقلنا الأمثلة التي أحد الأعرابي اجتمع عليه قوم فقال فرقعوا عني ما لكم تلكأتم علي، وسئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعخعة وغدائره مستسجرات إلى العلا تضل المدارة في مثل المرسلين. هذه الألفاظ لا توجد في القرآن، وكذلك الألفاظ التي تخل بقواعد كما قال السيوطي في نظمه عقود الجمال وفقده فصاحة المفرد ألا تنفر حروفه كهؤخع واستسجرا وعدم الخلف لقانون جلي كالحمد لله العلي الأجللي. الأجللي هذه تخالف القاعدة في الإدغام، يجب أن نضغم فنقول الأجللي، هذا لا يوجد في القرآن. إذن وقلنا إن دور الأداء أيضا هو المحافظة على الفصاحة، ولذلك ضربنا أمثلة على ذلك فقلنا إن هنالك حروف متقاربة تدغم وهنالك حروف متقاربة لا تدغم، لأنه بإضغامها يضيع معناها. فأنت مثلا لو أضمت عذت وإني عذت بربي وربكم وترجمون لأصبحت من العود وليست من العود، سبحان الله اختلف المعنى، اختلف المعنى. بينما تدغم اتخذت فتقول اتخذت لأن المعنى لن يضيع ولن يلتبس. إذن من ناحية الفصاحة المفرد هنالك يمكن أن نقول إن هذا الكتاب لا يوجد فيه لفظ واحد إلا هو فصيح. من ناحية أيضا البلاغة وفصاحة الكلمات وهي عدم التعقيد في المعنى وعدم تنافر الكلمات، كما يضربون له مثلا فيقولون وقبر حرب بمكان القبر وليس قرب قبر حرب القبر، هذا من تقارب الألفاظ
يشعر اللسان يتثبط، يشعر اللسان يتعثر في الكلام، هذا لا يوجد في القرآن أيضا. والإضافات الكثيرة لا يوجد منها في القرآن إلا أربعة إضافات: كاف، ها، يا، عين، صاد، ذكر ورحمة ربك عبده زكريا. ولذلك قال صاحب النووي: للإضافات، وفي نظره لأن القرآن وردت في هذه الإضافات. إذن هذا وجه، هنالك تحدثنا عن وجه أيضا من الأوجه، وإن كنا لم نطيل فيه، هو وجه الحذف، وهو وجه جميل جدا. فكأنك تنطق بما لم تنطق به، فكأنك تبين ما لم تبين. فأنت إذا حذفت كأنك بينت أكثر مما حذفت. مثلا عندنا في القرآن الكريم: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيه أربع مفعولات محذوفة. هذا الحذف أكثر دلالة من لو أن المحذوف ذكر. سبحان الله. عندك ولما ورد ماء وجد مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ماذا؟ سبحان الله. يسقون. ووجد من دونه امرأتين تذودان، ماذا؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي. ماذا؟ نسقي ماذا؟ فسقى لهما ماذا؟ سبحان الله. هذا في القرآن كثير. وتحدثنا عن الإضمار، وقلنا إنه يختلف عن الحذف، ثم تحدثنا ولو قليلا عن الفصل والوصل. وأريد أن أضيف إن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته. وإن كان المفسرون يفهمون من هذه الآية أنه أعلم بالشخص الذي تنزل عليه الآية، ردا على من قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أيضا الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، أي حيث يجعل رسالته من ناحية اللغوية، يعني اللغة التي يمكنها أن تكون وعاء هذا القرآن، وهي اللغة العربية. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من سبقه من الأنبياء ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله عليه آمن قومه. وإنما كان الذي أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث معجزة ولا يزال معجزة. كيف يكون ذلك؟ هذا الحديث قال: إنما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا، فكيف يكون أكثرهم تابعا وهذا الوحي نزل بلغة قوم معينين؟ واللغات البشر لا تنحص، والإسلام بعث، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين وبعث للناس كافة. كيف يكون الإعجاز مقصورا فقط في الناحية البلاغية وناحية الفصاحة؟ لا يمكن. إذن إنما أوتيته وحيا. ولذلك إذا كان الأقدمون ركزوا على هذه النواحي البلاغية والبراعي والفصاحية، فإن هنالك أمورا أخرى هي فيها الإعجاز. هنالك الإعجاز التشريعي، لأن هذا القرآن جاء بتنظيم للأسرة، جاء بتنظيم للبشرية، جاء بتنظيم للبشر كله، معجز حتى إن الناس اليوم يعودون إليه في تشريعاته. هنالك أيضا الإعجاز التاريخي أو الإعجاز الغيبي أو الإعجاز بالإخبار بالغيب. هنالك الإعجاز العلمي، تحدث القرآن عن الحقائق العلمية التي لم يكن للناس بها سابق علم في ذلك الزمن. إذن هذا الحديث لا بد أنه هو وصلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. سبحان الله. بالإعجاز بمختلف معانيه. مختلف معانيه. حقيقة أهل اللغة والبلاغة عندما يتحدثون عن القرآن لا يمل حديثهم. قبل أن نفسح المجال للسادة المشاهدين، نريد أن نستزيد من القراءة. شيخ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه،
وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بارك الله فيك. إذن ربما نتوقف لفاصل قبل ذلك الشيخ. نعلم أن الأمة اليوم تتوجه إلى القرآن بشكل كبير، خاصة وأنكم تشاركون في لقاء إعلامي في دولة مجاورة عن حول القرآن، ماذا عن هذا التوجه الأمة إلى القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنه التوجه للقرآن الكريم والاهتمام به هو خير وبركة، وهو رفعة للأمة وعودها إلى يعني سبب رفعتها وريادتها للبشرية. فهذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو المعجزة الخالدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليقرأ وليعمل به في جميع مناحي الحياة. فإذا انطلاقا من ذلك فإن الاهتمام بالقرآن الكريم هو إعلاء لكلمة الله تعالى في أرضه، وهو رفعة للإسلام. وعندما نرى شبابا يهتمون بالقرآن الكريم ويرتلونه كما أمر الله بذلك سبحانه وتعالى في قوله ورتل القرآن ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فهذا يعني شيء عظيم ينبغي أن يذكر فيشكر وأن يشجع ويدعم، مصدر تفاؤل كبير على مستقبل هذه الأمة. نعم، وكذلك فأنا مثلا في هذا اللقاء التقيت بمجموعة من الشباب، يعني كانت عبارة عن مسابقة في قرآنية في الأصوات، كانوا يستضيفون ضيوف من دول المغرب العربي، وهي تجربة رائدة في برنامج يعني كان اسمه دليل على مسمى، فكان هذا البرنامج يسمى بتاج القرآن. كانوا يحتفلون كل ليلة بتاج لأحد حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، كانوا يتوجونه في هذه المناسبة، يتوجون كل ليلة حافظا لكتاب الله تعالى. فهذا أمان له أثره الواضح في إقبال الشباب ورجوعهم من القرآن الكريم حفظا وتلاوة وعملا إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيكم. إذا كان ما زلنا طيب تفضل يا أخي، تفضل مشاهد أحب الاستماع إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل الصوت. نعم تفضل الصوت يا أخي، رفع الصوت قليلا. من يبدأ؟ من أين وصلنا شيخ؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. أعوذ بالله من الشيطان. أصل بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته
إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم بارك الله فيك يا أخي. حقا استمعت الشيخ على هذه القراءة ما شاء الله قراءة طيبة وصوت جميل ما شاء الله كان يقرأ برواية حفص العاصم وأداؤه ممتاز يعني الملاحظات قليلة جدا فقط ينتبه للوقف والابتداء فعندما تكون هناك متعاطفات فيجب أن لا نقف قبل أن نكمل المعنى في قوله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فيجب أن نصل هذا المعنى المترابط بعده بعض حتى يكتمل المعنى فالوقف والابتداء أمره مهم جدا وما شاء الله قراءة طيبة بارك الله فيك بارك الله فيك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إذن كنت تلاحظ على سادة المشاهدين الذين اتصلوا بنا فكان القارئ الأخير قارئ واعد نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى أن يواصل السيرة على هذا الدرب ليصبح من القراء إذن تقرأنا مقطع واصل إلى بداية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. بارك الله فيك. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بارك الله فيك. ما شاء الله. الشيخ دكتور تحدثت عن القرآن الكريم وكيف تألق في أساليبه وفي معانيه، لكن ماذا عن البيئة التي تنزل فيها القرآن؟ وهل بيئتنا اليوم يمكن أن نتفاعل مع هذه المعاني الكبيرة وهذه الإشارات والدلالات الموحية، أم بيئتنا ما زالت معيقة؟ من ناحية الفصاحة نحن من خلال التشويد وخلال الترتيل نحاول أن نسمو إلى البيئة التي نزل فيها القرآن، والخاصية في هذه اللغة أنها خالدة وأنها لم تتغير، بحيث أن الأساليب التي نزل فيها القرآن والألفاظ التي نزل فيها القرآن قبل 14 قرنا لا تزال أساليب وألفاظا معروفة ويتخاطب الناس بها ويتحدثون بها. وأريد أن أنبه إلى أهمية ودور هذا الأداء والتشويد في المحافظة على الصورة الناصعة لإعجازية القرآن الكريم، لأنه بدونه، بدون الأداء، بدون معرفة الأوقاف الجيدة الكاملة، لا يمكن أن نستشعر ونفهم هذه المعاني الجميلة. نحن مثلا إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، إذا وقفنا على قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ثم نقول وبالليل أفلا تعقلون، سبحان الله، اختلف المعنى. يختلف المعنى. لماذا؟ لأنه سنصبح أمام
يعني ان ان اننا لما ان ان تحضيض او افلا تعقلون يعني محلها الليل فقط، يعني افلا تعقلون بالليل فقط، وانما المقصود بالايه وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني انتم تمرون عليهم في الصباح وفي المساء، هذا هو المعنى. يعني ديار ثمود كان الناس يمرون عليهم، كان قريش يمرون على ديار الحجر وهم ذاهبون الى الشمال شيئا وذهابا مساء وصباحا، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. اذا لو وقفنا على مصبحين وقلنا وبالليل افلا تعقلون لجعلنا عدم التعقل بالليل فقط ونترك هملا في النهار بدون تعقل. اذا الاوقاف لو قلنا مثلا انما يستجيب الذين يسمعون والموتى لاختل المعنى. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، هذا ابتداء وخبره آت والكلام انتهى. وتحدثت عن الوصل والفصل في القرآن الكريم قليلا، والوصل والفصل في القرآن الكريم فيه أسرار عجيبة. مثلا عندما نتحدث عن آية القصاص في البقرة ونعقبها بآية الوصية، فما الرابط بين الآيتين؟ نحن نتحدث عليكم بالقصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تعقلون، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين المعروف حقا. ما هو الرابط بينهما؟ في البداية أو في بادي الرأي ليس هنالك رابط، لكنك إذا فتشت علمت أنك عندما تحدثت عن القصاص تحدثت عن القتل وتحدثت عن الموت، والموت هو سبب الوصية. وهذا كثير في القرآن الكريم لمن ألهمه الله سبحانه وتعالى. وخطر ببالي مرة أن قول الله سبحانه وتعالى في سورة المفلحون وعليها وعلى الفلك تحملون، ما هو العلاقة بينه وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا، وبالواو أيضا الذي هو سبيل العطف الذي هو الأداة الأساسية للعطف. ثم تبينت أن نوحا هو الذي أنشأ السفينة وعليها وعلى الفلك تحملون، وهذا كثير في القرآن الكريم. إذن الأداة سواء كان وقفا سواء كان فرشا سواء كان تجويدا إعطاء للحروف حقوقها إخراجها مخرجها صحيح إعطاءها صفاتها صحيحة، هذا كله لا بد منه وسيلة لا بد منها لإظهار المعجزة القرآنية، لا بد منه لإظهار المعجزة القرآنية، لأن المعجزة القرآنية ليست لفظا فقط وإنما هي لفظ ومعنى وناظم لهما، ناظم بين اللفظ والمعنى. إذن كما تحدث الشيخ القارئ الاهتمام بالقرآن الكريم يمكن أو يمكن يعتبر اهتماما بهذه المعجزة القرآنية وبتوصيل هذه الرسالة الإسلامية الخالدة إلى الناس أجمعين في هذا العصر الذي أتيحت فيه سبل التوصيل بمختلف أنواعها. إذن لعلني بالمناسبة سأسألك عن ماذا عن تدبر هذا القرآن، هل يمكن للإنسان القارئ أن يكون قارئا ما لم يتدبر هذا القرآن ويستلهم معانيه ودلالته؟ الله المستعان. بالنسبة لتدبر القرآن الكريم هو الهدف الأسمى، فالقرآن الكريم إنما أنزل ليتدبر ويعمل به، يتدبر آياته ويتذكر أولو الألباب. فالقرآن الكريم إنما أنزل ليتدبر، هذا الأداء وهذا التجويد وهذه القراءة إنما هي وسيلة وطريق موصل إلى هذا الهدف الأسماء، وهو تدبر القرآن الكريم والعمل به وجعله نبراسا لنا في حياتنا كلها. وتدبر القرآن الكريم لا بد لا يكون إلا بمعرفة كما نبه الشيخ مسألة الوقف والابتداء، لا يمكن للإنسان أن يتدبر القرآن الكريم من غير أن يعرف الوقف والابتداء، فإن معنى القرآن الكريم مرتبط بأين نقف وكيف نقف وأن نفهم ماذا نقرأ. فإذا كنا نقرأ فقط بدون أن نتدبر فيمكن أن يعني نغير المعنى كما هي الأمثلة التي يعني أعطانا الشيخ. فمسألة تدبر القرآن الكريم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعرفة الوقف والابتداء، ولذلك هو نصف التجويد. يعني الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال
معرفة هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فمعرفة الوقف لا بد منه لتدبر القرآن الكريم. ولذلك الإمام الجزري رحمه الله يقول في مقدمته: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. فمعرفة الوقوف غرضها والهدف منها ماذا؟ هو أن نفهم وأن نتدبر القرآن الكريم، فنقف في تمام القصص ونقف عند رؤوس الآي، فبذلك نفهم ما نقرأ ونتدبر القرآن الكريم ويكون سببا لهدايتنا. على استماعنا إلى مزيد من التلاوة ربما الوقت بدأ يطاردنا، يكون إن شاء الله مثالا واضحا شيخ، مثالا واضحا على ما كنا نقوله. دائما هي دعوة للتدبر والتأمل في هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والله حمد الوقت بدأ يطاردنا في 5 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون.
فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بارك الله فيكم. نتحدث عن الوقف والابتداء، كنت تقول له وقف كان ينبغي أن يعود إلى توقف حتى يكمل المعنى. الوقف الاضطراري ما فيه بأس، الإنسان عندما يغلبه النفس يقف. الوقف جائز بكل كلمة عند الاضطرار، لكن نعود لنا. نعم شيخ، وصية أو رسائل أخيرة توجهها لمن يودون أن يدخلون في بحر هذا القرآن بأدوات لغوية وبيانية؟ هو كما تفضلتم، القرآن نزل ليتدبر، فلم يتدبروا القول فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. والتدبر ليس فقط بالحروف وإنما أيضا بالحدود، حدود القرآن، تعظيم الحروف وتعظيم الحدود، يعني الوقوف عند حدود القرآن. وقطعا لا يتأدى تعظيمه إلا بتعلمه. إذن حقيقة خير الكلام ما قل ودل. أيها السادة المشاهدون، كان معي اليوم حقيقة كنت بين أهل القرآن محمد الراضي المليح، شكرا لك على حضورك معنا. أيضا الشاب محمد المرابط، وأيضا الحسن والإمام، وكلاكما من أهل القرآن. ودائما نحن نؤخر الدكتور وإن كان في المقدمة. شكرا لك الدكتور محمد بن الحمينة على حضورك معنا، وعلى أيضا توجيهك لنا جميعا بأن نتوجه إلى القرآن بالفهم والتدبر. يعني يضمن لقاء آخر يوم غد بحول الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إن شاء الله يسمعنا يا مقد. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.